الامتحان اللي ورانا ده في قلب صحراء مدينه السرات بتتنفذ واحده من التجارب، انا في رايي انها هتقلب صناعه الدواجن راسا على عقب. التجربه بيقوم بيها خبراء مجموعه الوادي. خليكم معانا عشان نشوف جدعان الوادي ازاي هيساهموا في مزيد من النهوض لصناعه الدواجن المصريه. خليكم معانا. مجموعه الوادي بتنفذ في سريه تامه تجربه كبيره جدا للوصول باوزان قطعان دواجن التسمين في المزارع لاعلى معدلاتها باستخدام اقل كميه علف، وفي عمر ما يعديش ال 30 يوم للدوره الواحده. طبعا فريق جدعان اتحرك لرصدها في عنابر بقلب الصحراء في مدينه السادات، وهي تستحق. عارفين ليه؟ لانها ممكن توفر في الدوره الداجنه الواحده ما بين 5 ل 10 ايام، يعني بتسمح بدورات تسمين جديده في نفس السنه، وبتوصل باوزان الفراخ للحد المقبول للتسويق، وبتقلل النافق تماما، وكمان بتقلل استهلاك العلف بنسبه كبيره جدا. يعني 90% من اسباب انهيار صناعه الدواجن ممكن نتغلب عليها اخيرا. كان في استقبالنا بمدينه السادات فريق عمل التجربه الدكتور مازن الشريف المدير التنفيذي لقطاع التسمين، والمهندس احمد خيرت مدير مزرعه التجارب، وطبعا التجربه تحت اشراف المهندس بيوسان ديكسيان مدير قطاع الدواجن في مجموعه الوادي، والمهندس توني فريجي رئيس مجلس اداره مجموعه الوادي. وكان لافت للنظر بشده ان عنبر التسمين بسيط جدا، وظروفه البيئيه شبه العنابر اللي بتتربى فيها 80% من قطعان الدواجن في مصر، يعني عشوائي لحد كبير جدا، وده كان مقصود وهتعرفوا ليه دلوقتي. عايز اعرف منك التجربه اللي بنعملها اهميتها ايه بالنسبه لنا كصناعه، ممكن تحقق ايه؟ الحقيقه الفتره اللي فاتت دي صناعه الدواجن واجهت تحديات كبيره قوي. قدرنا خلال الفتره اللي فاتت دي عن طريق البحث العلمي المستمر، وعن طريق تواصلنا مع كافه اساتذتنا اللي عاملين في هذا المجال، وعن طريق الخبراء العالميين اللي احنا بنشتغل معاهم وخبراتنا الحقليه في شركه الوادي، ان احنا ندعم هذه الصناعه. والحقيقه وجدنا الفتره اللي فاتت دي ان احنا قدرنا بشكل كبير نعبر مسافه طويله عن طريق اعلاف الوادي وكتكوت الوادي والخدمات الفنيه. فكان التصور اللي احنا وصلنا له خلال اخر 3 سنين ان احنا لازم يبقى في مجموعه حلول متكامله لشركه الوادي نقدر بيها ان احنا نساعد العميل بتاعنا او نساعد المربي بتاع الدواجن دوا، ان نقدر نعمله نوع من انواع الحمايه. الحمايه دي لو فكرنا فيها فكرنا طيب هو بيتعرض ليه؟ هو بيتعرض النهارده لمشاكل مع السلاله، بيتعرض لمشاكل اخرى بتكون في بعض الاحيان مع جوده الاعلاف او التغذيه بتاعت هذه الدواجن، ثم بيتعرض الى البيئه اللي بيقيم فيها هذا الطائر. فكان الموضوع النهارده ان ازاي ان احنا نقدر نوفر له كل هذا المطلوب في حاجه واحده، ففكرنا في موضوع الحلول المتكامله للوادي، وبالفعل نجحنا خلال اخر 3 سنين ان احنا ندعم كل مربي الدواجن وكل العاملين في هذا المجال عن طريق مجموعه كبيره جدا من الاطباء اللي هم بيقدروا انه يقدموا الخدمه الجيده الفنيه والدعم الفني والاستشارات الفنيه للمربي، وفي نفس الوقت بنقدم له السلاله اللي هي بتاعه الكتكوت اللي يقدر يطلع منها اداء، وبنقدم له الاعلاف وبنقدم له البيئه عن طريق التبريد واوراق التبريد اللي احنا ممكن نقدمها له ويقلل له درجه الحراره. حاليا اللي جاري ان احنا وجدنا تحدي جديد، هو بعد الطفره اللي حصلت مره اخرى في ارتفاع اسعار الخامات اللي احنا شاهدناها الفتره الاخيره اصبحت التكلفه عاليه، بس مش بس هو ده اللي حصل، هو حصل حاجه كمان ان بقى في تحدي جديد للتحديات المرضيه، فاصبح التحدي النهارده بقى انا بسميه تحدي ثلاثي. ايه التحدي الثلاثي اللي عند المربي؟ عنده تحدي في تكلفه انتاجه، عندي تحدي في المدخلات كلها طبعا بتاعت الانتاج، تحدي مرضي، ثم لما تيجي تحط ده كله في فريم ان في بعض الاحيان ان سعر التسويق ما بيشيلوش كل هذه التكلفه، فاصبح التحدي هنا ثلاثي، ما كانش قدامنا حل غير ان احنا نستمر في عمليه البحث والتطوير، لذلك قررنا ان احنا لابد خلال هذه الفتره نساعد المربي تاني مره تانيه ان احنا بعد ما قللنا تكلفه الانتاج ازاي لازم نقلل له عمر البيع. فكان الفترة اللي فاتت لما درسنا الموقف لقينا ان اغلب القطعان بتتصاب عند الوقت اللي ما بعد 20 يوم، اللي هي بيكون الطائر اوريدي كال علف كتير وخد اغلب التحصينات او كل التحصينات بتاعته، وخلاص المربي منتظر ان هو يقطف ثمار تعبه وشقاه، فيفاجئ ان هو مش هيقطف حاجه خالص. فكان التفكير دلوقتي ان احنا نبدا ازاي باعلاف الوادي نخفض عمر البيع مره ثانيه، بدل ما نبيع الطائر ده على عمر 35 او 36 يوم، النهارده احنا عايزين نوصل لعمر 30 يوم 31 يوم، يكون الدوره دي منتهيه ربما عند وزن يصل الى كيلو 900.
دكتور مازن، طب احنا عملنا ايه عشان بقى نحقق الكلام اللي حضرتك قلته ده؟ انا شايف هنا تجربه متنفذه في عنبر، العنبر ده عنبر عادي جدا، مش شايف فيه اي تجهيزات اضافيه، في هيتر، في علفات، في حاجات عاديه جدا، ومحطوط فيه الكتاكيت. هننفذها ازاي؟ وليه خدنا الظروف دي؟ ليه ما رحناش مثلا في مزرعه حديثه، حوائط مش عارف عامله ازاي؟ ليه ما رحناش مزرعه حديثه؟ انا مبسوط جدا من ملاحظه حضرتك استاذ محمد، ان انا احس اندهاشك منذ ان وصلنا للموقع هنا، ان انت كنت متوقع ان الموقع يكون زي المواقع الاخرى بتاعتنا اللي عشان الوادي بتاعت الوادي، اللي انت عشان تدخل فيها محتاج تقعد مثلا ثلاث اربع تاخد شاور، وممكن تقعد ثلاث ايام في العزل قبل ما تخش الموقع. الحقيقه احنا تركزنا في التجارب اللي احنا بنعملها النهارده لخدمه المربي، ان احنا نحاكي الظروف الحقليه، فكان اختيارنا ان احنا نختار موقع، الموقع ده نحاكي فيه اللي بيحصل عند المربي بالظبط. تجربتنا مؤشراتها ايه في اول اسبوع؟ الاوزان كانت عامله ازاي؟ ولو ضربناها في عشرة تقريبا، مش كده بتحسبوها كده؟ ايه اللي بيحصل؟ احنا الحمد لله متوسطات الاوزان عندنا في خلال الاسبوع الاول في كل المعاملات تقريبا ما عدا معامله واحده كانت بتعدي المستهدف بتاع هذه السلاله، في معامله واحده فقط اللي هي كانت الاداء بتاعها كان تقريبا حقق حوالي 95% من المستهدف. دكتور مازن، احنا في التجربه دي احنا بنقيم تركيبات علفيه مختلفه على الكتكوت. طب هل التركيبات العلفيه دي فيها ما يمكن ان يعالج الطائر، ما يرفع من مناعته، ما يساعده على التخلص من الاجهاد؟ انت عارف ان عندنا ظروف بيئيه مجهده لاي طائر، هل ده حريصين عليه في العلف بتاعنا؟ سؤال حضرتك استاذ محمد يعني سؤال شديد الاهميه، لان في حقيقه الامر النهارده زي ما قلت حضرتك لسه حالا، ان التركيز على نمو الطائر فقط في اي تركيبه علفيه، انت كده في حقيقه الامر بتظلم الطائر وبتظلم المربي وبتظلم الصناعه. النمو الطائر هو جزء من التغذيه وجزء من النيوتريشن، فالتركيب العلفيه لازم تكون متزنه بشكل بيتيح لهذا الطائر النمو الجسماني السليم، ثم الحفاظ على العمليات الحيويه بتاعته الاساسيه بشكل سليم، ثم رفع رد الفعل المناعي بتاعه. فالنهارده العلف السليم او العلف اللي احنا بنقول كنا حتى بنسميه 4 ميم، يعني 4 ميم، كنا وصلنا في مرحله ان المربين بتوعنا بيقولوا لنا ايه ال4 ميم دول، فقلنا لهم ان مواصفه العلف السليم هي 4 ميم، علف يكون رقم واحد متزن. طب متزن يعني ايه يا استاذ محمد؟ متزن حسابيا، يعني لما اجيب التركيبه واحسبها بالاله الحاسبه تطلع ان هي فعلا مظبوطه، لكن ما انساش ان يكون متزن كيميائيا، يعني اخد العلف دوا او احلله ويطلع ان حلل. حتى لو الوادي انا بالعكس انا بشجع كل الناس برجاء خد علف الوادي وحلله، عشان تبقى النهارده انا نموذج يحتذى به للشركات الاخرى اللي خايفه من التحليل. فلذلك الميم رقم واحد مهمه جدا، الاتزان الحسابي والكيميائي. الميم رقم اثنين مهمه جدا، ان هو يكون متجانس. طب تقول لي متجانس يعني ايه؟ النهارده زي ما حضرتك عارف ان تغيير العلف لما بغير من البادي للنامي على الطائر، تغيير نسب البروتين والطاقه ده في حد ذاته ضغط وبنسميه ستريس على الطائر. فضلنا الميم الثالثه ان هو يكون متاح. متاح هنا بقى احط تحتها 3 4 شروط، لان متاح هنا تشمل حاجتين، ان يكون متاح برضه بيولوجيا ثم متاح ميكانيكيا. خلينا بيولوجيا الاول. النهارده لو خدنا مثال بسيط خالص جدا، ان انا كلنا بنحط صويا في العلف، لكن كام واحد النهارده بيتاكد ان الصويا اللي حطها دي فعلا صويا مطبوخه بشكل جيد، وان مثبط انزيم التريبسين تم تدميره؟ طب انا هجيب لك الصويا، حضرتك هتوديها المعمل هتطلع ان هي 43% 42%، لكن هل اتاكدت النهارده ان الانتي تريبسين انزيم او تريبسين انهيبيتور انزيم اللي هو مثبط انزيم التريبسين اللي هو بيمنع اساسا هضم البروتين انه يتدمر في هذه الصويا عن طريق معامله حراريه سليمه؟ ما بنتاكدش. دي عدم الاتاحه البيولوجيه، فانت هتاكلني صويا بس مش هضمها. الاتاحه الميكانيكيه بستاذن كل المربيين من فضلكم، وبستاذن كل اخواننا المزارعين، وده اللي انا بقوله في كل المزارع اللي بزورها، ولزملائي من فريق الدعم الفني بنقوله لهم، استاذنكم يا جماعه الاتاحه الميكانيكيه خطيره جدا، ان انا لازم في الاخر اتاكد ان مساحات التعليف بتاعتي سليمه، مش بس مساحات التعليف، ارتفاع المعلف نفسه انه سليم. الميم اللي هي الاخيره هي ميم اللي هي المخزن، مخزن بمعنى بعد لما تجيب لي علف برجاء اتاكد ان المخزن بتاعك دوا سليم، التهويه سليمه، مفيش رطوبه، مفيش رطوبه، مفيش قوارض، هحطه تحت القوارض والكلاب والقطط 700 خط برضه، لان القوارض بتنقل اغلب الامراض عن طريق يا اما بيولوجيا يا الا عن طريق الفروه بتاعتها ميكانيكيا. دكتور مازن، احنا في التجربه دي بنختبر العلاف، الكتكوت نفسه عندنا بعض السلالات موجوده، لازم نختبر مدى قدرتها انها تحقق الفكر ده، ان احنا نقلل من العمر ونزود من الوزن. الحقيقه التجربه اللي قبل دي حضرتك على طول كنا بنجرب نختبر فيها اداء سلالات، يعني احنا عندنا بنراقب، يعني بس احنا بنراقب حاجتين، احنا بنراقب اداء السلالات
وبنختبر اداء الطيور. اداء السعلات عملت مشاكل في السوق المصري يعني كل مثلا كل المربين بيشكوا مثلا من سلاله معروفه جدا زي سلاله الكب فيها مشاكل، الدعم الفني بتاعها بسيط مش موجود بشكل كامل، نقدر نساعدهم ازاي؟ انا مبسوط دلوقتي ان كلام حضرتك في حاجه كويسه جدا، ما شاء الله دلوقتي حاليا اصبح المربي عنده من الوعي ومن الخبره ومن الحنكه ان هو بقى بيقدر يفلتر، هو من نفسه بقى بيقدر يفلتر، المربي بقى عنده كل واحد بقى عامل مزرعه تجارب عنده، فبقى بيراقب اداء السلالات زي ما حضرتك ذكرت كده. احدى السلالات النهارده ان هي خرجت نفسها او بدات ان هي المربي بدا يحطها في المركز الثالث او المركز الرابع بسبب ان مراقب ادائها، وبدا يرفع رص الوادي الى المركز الاول لان هو مراقب ادائه. هنجيلك في اليوم الثلاثين او الواحد والثلاثين حسب ما تقول لنا، احنا خلاص وصلنا عايزين نرسل معاك النتائج فرخه فرخه، احنا وزن فرخه فرخه، عايزين ناكد للناس ان التجربه نجحت، ان دي العلفه دي هتبقى افضل، وهنعلن العلفه ايه هي بالظبط وتركيبتها هتبقى عامله ازاي. احنا منتظرين معاك لمده 16 يوم. تكلفه العلف لغايه النهارده كلمه السر في الانتاج الداجني، والتجربه اللي بينفذها خبراء مجموعه الوادي كلها كام يوم وهتبان نتائجها، والمؤشرات بتؤكد نجاحها، ومن خلالها هنقدر نحدد تركيبات علفية تقلل من التكلفة وتحقق أعلى معامل تحويل غذائي وفي عمر ما يزيدش عن 30 ولا 31 يوم للدورة كاملة، وكلنا في انتظارها. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان يكشف أنه لا يوجد في مصر منظومة متكاملة لتدوير المخلفات الصلبة في مصر سوى في جنوب القاهرة ومحافظة الدقهلية، ويشهد وضع حجر أساس أول مدفن هندسي صحي وآمن وبيئي في محافظة الدقهلية باستثمارات تقترب من 40 مليون جنيه.